لو عندك قناة على اليوتيوب اكتر سؤال ممكن تسأله لنفسك: افتح حساب بنكي بالدولار ولا افتح حساب بنكي بالجنيه؟ تابعوا معي. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ لو عندك قناة على اليوتيوب وحققت شروط الربح من اليوتيوب او قربت حتى تحقق شروط الربح، اكتر سؤال ممكن تسأله لنفسك: افتح حساب بنكي بالدولار ولا افتح حساب بنكي بالجنيه؟ لان زي ما انتم عارفين انه من فترة كده جوجل ادسنس وقف التعامل مع ويسترن يونيون، ولازم علشان تحصل ارباحك من اليوتيوب لازم يكون عندك حساب بنكي. فناس كتير قوي بقى بتسأل السؤال ده، وكلام كتير وهري كتير حوالين الموضوع ده. بس بعد ما تتفرج على الفيديو ده هتقدر تقرر اذا كنت هتفتح حساب بنكي بالدولار ولا بالجنيه. فكل اللي انا طالبه منك انك تكمل معايا الفيديو ده للاخر، علشان في اخر الفيديو هنقل لك تجربتي الشخصيه في موضوع الحساب البنكي. ندخل في الموضوع بقى. اول حاجه لازم تعرفها ان موضوع الحساب البنكي اذا كان بالدولار ولا بالجنيه فهو متوقف عليك انت. يعني ايه؟ يعني لو انت عاوز تقبض في ايدك فلوس بالدولار فهتفتح حساب بالدولار، اما لو انت عاوز تقبض في ايدك فلوس بالجنيه فهتفتح حساب بالجنيه. وطبعا الموضوع ده بيفرق من كل واحد للتاني. دي اول نقطة. تاني نقطة بقى ان الحساب البنكي اللي بالدولار ليه مميزات وليه عيوب، والحساب البنكي اللي بالجنيه ليه مميزات وليه عيوب. ايه بقى المميزات والعيوب دي؟ الحساب اللي بالدولار مميزاته انك هتقبض فلوس بالدولار، بس عيوبه انك ممكن تواجه بعض الصعوبات وانت بتفتح الحساب ده، لان مش كل البنوك بتفتح حساب بالدولار بسهوله. بعض البنوك بتقول لك هات لي ما يثبت ان انت شغال مع جوجل ادسنس او مع اليوتيوب. لا، وايه كمان؟ عايزين مستند يدل على الكلام ده، وده طبعا مستحيل زي ما انتم عارفين. وبرده من ضمن العيوب انك لازم كل شهر تروح البنك علشان تقبض، يعني مش هتعرف تقبض من اي مكنه اي تي ام بالفيزا في اي وقت، لانه طبعا مفيش اي تي ام في مصر كلها فيها دولارات. وبرده من ضمن العيوب ان الخصم اللي بيخصمه البنك على الحواله اللي بتجيلك بيكون اعلى في الحساب اللي بالدولار. ده بالنسبه لعيوب ومميزات الحساب اللي بالدولار. نيجي بقى للحساب اللي بالجنيه. الحساب اللي بالجنيه عيوبه بالنسبه لبعض الناس انك هتقبض فلوس مصري، لان زي ما قلنا الموضوع ده بيفرق من حد للتاني، لكن مميزاته ان اي بنك ممكن يفتح لك الحساب ده عادي بدون اي تعقيدات، عكس الحساب اللي بالدولار. وبرده من مميزاته انك ممكن تقبض بالفيزا في اي وقت من اي مكنه اي تي ام، يعني مش لازم تروح البنك علشان تقبض زي الحساب اللي بالدولار. وبرده من ضمن المميزات ان الخصم اللي بيخصمه البنك على الحوالة اللي بتجيلك بيكون أقل بكتير من الحساب اللي بالدولار. ده بالنسبة للمميزات والعيوب، ماشي؟ ودلوقتي بقى هقول لك ايه اللي حصل معايا بالظبط لما جيت افتح حساب بنكي. انا كنت حابب ان اقبض الفلوس بالدولار، فقررت اني افتح حساب بالدولار. سالت في اغلب البنوك عن تكلفه فتح حساب بالدولار، لقيت ان بنك سي اي بي بيفتح الحساب ب 1000 دولار، والبنك العربي الافريقي بيفتح الحساب ب 500 دولار، والبنوك المصريه زي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك اسكندريه بيفتحوا الحساب ب 100 دولار. فخدت بعضي ورحت على البنك الاهلي، وبعد ما استنيت حوالي 47 واحد رفضوا انهم يفتحوا لي الحساب، وقالوا لي اتفضل مدير البنك عاوزك. خدت بعضي ورحت على مدير البنك، قال لي بعد اذنك البطاقه؟ قلت له اتفضل. مسك البطاقه كده وبص فيها وقال لي دلوقتي مكتوب هنا انك شغال في الحته الفلانيه. قلت له تمام. قال لي ايه بقى اللي يثبت انك شغال مع اليوتيوب؟ فتحت له القناه من الموبايل وقلت له دي قناتي. قال لي لا، الكلام ده ما ينفعنيش، انا عاوز مستند يدل على الكلام ده. قلت له طبعا ده مستحيل، هو في شغل اونلاين بمستند؟ قال لي وانا ما اقدرش افتح لك حساب بالدولار. قلت له كتر خيرك ومتشكرين ومشيت. ورحت جري على بنك اسكندريه، والحمد لله قدرت افتح حساب بالدولار في بنك اسكندريه بدون اي تعقيدات ولا اي مستندات. ناس محترمه جدا وقمه في الاحترام، وفاهمين موضوع الشغل اونلاين والدنيا زي الفل. وبالنسبه للخصومات بيخصموا على الحواله اللي بتجيلي 5 دولار و2 دولار كل 3 شهور مصاريف فتح الحساب. فنصيحتي ليك لو عايز تفتح حساب خليك في بنك اسكندريه افضل. هي دي خلاصه الموضوع، ولو في حاجه معينه انا ما قدرتش اوضحها يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. تمام؟ تمام. اخر حاجه هقولها لك، لو عجبك الفيديو او استفدت منه حاجه اعمل لايك عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل، وشير الفيديو مع اصحابك على الواتس والفيس. ولو انت اول مره تنور قناتي ما تنساش تشرفني بالاشتراك وفعل علامه الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. وبالمناسبه دلوقتي هيظهر لك 4 فيديوهات، اتفرج عليهم وان شاء الله يعجبوك، واشوفكوا في فيديو جديد. سلام.